تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجيرين أسفرا عن مقتل نحو 100 شخص في إيران. مقتل 4 أشخاص بينهم قيادي بفصيل موال لإيران بقصف مسيرة في العاصمة العراقية بغداد. أنتوني بلينكين يبدأ جولة جديدة بالشرق الأوسط لبحث التصعيد في غزة والتداعيات. إسرائيل تكثف قصفها على مدينة خان يونس وسط معارك عنيفة مع حركة حماس. قاعدة حميميم تعلن إنشاء موقعين عسكريين للشرطة العسكرية الروسية في مرتفعات الجولان السوري. استخبارات الاحتلال التركي تختطف 3 مدنيين من ريف عفرين شمال غربي سوريا. وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يؤكد أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر يجب أن تتوقف.